إذا اتفقت عبادتان الآية مختلفة بسبب إجابة، كغسل يوم الجمعة وغسل الجنابة، أو كمن أخر سنة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلى الركعتين التي ترد في السنة إذا طلعت الشمس ارتفعت قيد رمح، فما حكم أن يجمعهما في فعل واحد؟ هذا سؤال مهم، يعني إذا اجتمعت عبادتان فهل يكتفى بإحداهما عن الأخرى؟ الجواب إن كان في العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تجزء عن الأخرى، لا بد من فعل الثنتين جميعا، وإذا كانت غير مقصودة بذاتها وإنما المقصود حصول هذا الفعل بأي وصف وصفناه اكتفي بواحد عن الأخرى. فمثل الغسل يوم الجمعة عن جنابه ومن أجل الجمعة، نقول المقصود بغسل يوم الجمعة هو الطهارة والتنظف، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين يأتون من العوالي والأمكنة بعيدة ويكون فيهم العرق والرائحة، قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فهنا المقصود إيش؟ التنظف والتطيب، لكن لأمر الرسول به صار عبادة. نقول الآن إذا نوى بغسل الجنابة كفى عن صلاة الجمعة، عن غسل الجمعة، كما تكفي الفريضة عن تحية المسجد، وإذا نوى غسل الجمعة لم يجزي عن الجنابة، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث وغسل الجنابة عن حدث. ولهذا لو تعمد ترك غسل الجمعة وصلى الجمعة صحت صلاته، لكن لو تعمد غسل الجنابة أو لم يتعمد وصلى الجمعة وهو عليه الجنابة فإن صلاته لا تصح. أما مسألة سنة الفجر مع سنة الإشراق أو سنة الضحى فلا تجزي إحداهما عن الأخرى، لأن سنة الضحى مقصودة بذاتها. ولهذا لو كان على الإنسان مثلا راتبة الظهر الأولى 4 ركعات في تسليمتين، لو أنه فاته ذلك في أول جاوى الإمام يصلي وأراد أن يقضيها، أراد أن يقضيها، هل يصلي ركعتين عن 4؟ أجب. إذن لا بد. فهذا التفصيل هو الذي فيه يشرح، هذا هو الذي فيه التفصيل. إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فلا بد من فعلها ولا تجزي الأخرى عنها، وإذا كان المقصود حصول ذلك الفعل على أي وصف كان اكتفي بواحدة عن الأخرى، لكن يكتفى بالكبيرة عن الصغيرة ولا يكتفى بالصغيرة عن الكبيرة. نعم.